واستطاعت السعادة التسلل لقلوبهم بفضل فعالية كهذه نظمتها منظمة مجتمع مدني في الحديدة. فالرقص والرسم والتمثيل هوايات لم يعد بإمكان أطفال اليمن ممارستها سوى في مثل هذه المساحات الصغيرة التي يهدف منظموها إلى توعية الأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم، خصوصا في ظل ما يعيشونه من حرب لم تستثني أحد. أشياء غريبة أو حاجات ما أنتش عارف إيش هي، قد تكون متفجرة قد تكون خطيرة، انتبه تمسكها. لما الصراع ولأي طرف ينتمي أمور لا يعرفها الطفل، فهو لا يدرك سوى الألم الذي يناله جراء هذا الصراع. الأطفال هم أغلب المجندين وأكثر الضحايا، وبحسب أخصائيين معاناة الأطفال من الحروب لا تتوقف بتوقف المدافع، بل تصاحبهم إلى مراحل متقدمة من أعمارهم. فمن نجا من المعارك والجوع والأمراض المتفشية اليوم ستتبعه إما علامة لا تمحى من لغم أو آثار نفسية لا حصر لها.